قضت محكمة الجنايات العسكرية بسجن الفريق سامي عنان رئيس أركان القوات المسلحة الأسبق لمدة 4 سنوات عن تهمة تزوير استمارة الرقم القومي والتي ورد فيها أنه فريق سابق بالقوات المسلحة ولم يذكر أنه مستدعى. كما حكمت المحكمة بحبس الفريق سامي عنان 6 سنوات عن مخالفة الانضباط العسكري، وذلك بالإعلان عن نيته الترشح لرئاسة الجمهورية وتحدثه عن أحوال البلاد، وبالتالي يكون مجموع الأحكام 10 سنوات. من هو سامي عنان؟ كان قائد لواء في الدفاع الجوي. لحظة حادث الأقصر الشهير حصر الإرهابيين وجهز تقرير سلمه لحسني مبارك فور وصوله الأقصر، ودي كانت بداية صعوده. وتم الترقية وأصبح قائد الدفاع الجوي، ثم تم ترقيته مرة أخرى لرئيس أركان القوات المسلحة المصرية. وفي أحداث يناير توجه بزيارة لأمريكا، وكان دائما يحاول التقرب من الأمريكان. أرسل له مبارك طلب بالعودة، واجتمع به رئيس المخابرات الأمريكية في المطار لمدة 1.5 ساعة. وعندما سئل عن الاجتماع ذكر أن رئيس المخابرات وجه له سؤال: هل سيقوم الجيش المصري بإطلاق النار على المتظاهرين؟ في 2018 تم نقله إلى النيابة العسكرية. تم بث بيان شديد اللهجة على صفحة القيادة العامة للقوات المسلحة على الفيسبوك يتهم عنان بمخالفة لوائح وقوانين القوات المسلحة بإعلانه الترشح لرئاسة الجمهورية دون الحصول على موافقة القوات المسلحة. والقضية الأخرى كانت بخصوص جريمة التزوير في أوراق رسمية، وبناء عليه تم تجديد حبسه لمدة 4 أيام على ذمة القضية. اختفى سامي عنان عن الساحة السياسية طوال حكم مرسي وعدلي منصور. في 12 أغسطس 2012 تم إقالة سامي عنان والمشير محمد حسين طنطاوي من منصبي رئيس أركان حرب القوات المسلحة ووزير الدفاع. كما منح سامي عنان قلادة الجمهورية، ومنح طنطاوي قلادة النيل، وعين كمستشاري لرئاسة الجمهورية. وفي 1 يوليو قدم عنان استقالته من منصب مستشار رئيس الجمهورية. وفي 12 يناير 2018 أعلن حزب العروبة اختيار سامي عنان للترشح لرئاسة الجمهورية. في 20 إبريل 2018 أكد محامي عنان تبرئته في تهمة مخالفة القواعد العسكرية، إلى أنه تم تجديد حبسه لمدة 4 أيام على ذمة القضية، وجدد المدعي العام قرار حظر النشر في القضيتين. يذكر أن عنان تم نقله إلى منزل تحت حراسة كاملة داخل منطقة عسكرية في القاهرة، ويسمح لأبنائه بزيارته 3 مرات أسبوعياً.